السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. جراء العاصفة الثلجية والمطرية أوضاع مأساوية يعيشها سكان المخيمات في سرمدة وأطمة وعفرين وعزاز وعموم الشمال السوري المحرر. مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي يدعو إلى إغاثة اللاجئين السوريين في مخيمات النزوح واللجوء. مع انتشار ظاهرة الأطفال مجهولين النسب، مناطق سيطرة النظام تسجل تزايدا في نسبة الاعتداءات الجسدية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، نبدأ نشرتنا بمتابعة تداعيات العاصفة الثلجية والمطرية التي أثرت بشكل مباشر على مخيمات النازحين في شمال سوريا، حيث أوفدت قناة حلب اليوم مراسلها منصور صبرة إلى مخيم الجبل قرب سرمدة بريف إدلب، وهو أحد المخيمات المتضررة للوقوف على أحوال النازحين. أضرار كبيرة لحقت بمخيمات النازحين بمنطقة إدلب جراء العاصفة المطرية التي ضربت المخيمات الليلة الماضية. نحن الآن في مخيم الجبل القريب من مدينة سرمدة، سنلتقي بأحد النازحين القاطنين في هذا المخيم يحدثنا عن معاناتهم جراء هذه العاصفة المطرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، إذا بتحدثنا عن معاناتكم وشو صار معكم امبارح والأضرار اللي لحقت بمخيمكم جراء العاصفة المطرية هاي. امبارح كل الليل المطر، ما حسنا ننام ببيوتنا من الخيام التعبانة والطرقات كمان ما في سيارة مي تفوت على المخيم، ولا الوضع سيء بالمخيم، هذا سيء لدرجة نناشد أخوتنا المعنيين بالأمر، ناشدناهن أكثر من مرة ومرتين وثلاثة، ما حدا لبانا الطلب خالص. الشعب هون تعبان، وضعه أكثر من 300-350 عيلة وضعهم صفر، الخيام صارت تفوت عليهم المي، وضع الشعب تعبان من جميع النواحي، مخيمنا من دون المخيمات وضعه تعبان. ناشدنا الأخوة المعنيين بالأمر ولا حدا لبانا شو اسمه. طيب أبرز احتياجاتكم شو هي أنتم حاليا بهالأوضاع هي؟ شو هي أبرز احتياجات قاطني هالمخيم هذا؟ أبرز الاحتياجات صرف صحي ما في، طرقات ما في، صهريج المي اللي بده يقدم المي للعالم ما بيحسن يفوت على العالم. العالم تضل أكثر من 5 أيام وست أيام وسبعة أيام بدون مي، بيروح من جيران من هاد خيام تعبانه، يعني ما فيش تقدم للمخيم خالص. تدفئه في تدفئه عندكم شيء موجود تدفئه؟ لا ما في تدفئه، لا ما حدا قدم لنا تدفئه خالص. احنا مخيم الجبل هون يعني ولا استفدنا شيء من المنظمات خالص ابدا. تمام، وانا مسؤول عن الكلام. تمام، الله يعطيك العافيه اخي. الله يعطيك العافيه. لابد من الاشاره ان عشرات المخيمات بمنطقه ادلب وايضا بمنطقه ريف حلب الشمالي تضررت جراء هذه العاصفه المطريه، والتي تتزامن ايضا مع انخفاض كبير بدرجات الحراره وسط غلاء للوقود وللحطب ولمواد التدفئه. كان معكم من مخيم الجبل بريف ادلب الشمالي منصور صبرا، حلب اليوم. هذا وناشد سكان مخيم العمر الجانب التركي والمنظمات الانسانيه النظر إلى حالتهم، حيث أدت العاصفة المطرية إلى تجمع مياه الأمطار أمام منازلهم ما أدى إلى غرقها ليلا، حيث عاش سكان المخيم الليلة الماضية حالة مأساوية. هذه مخيمات قطمة، الآن نحن متواجدين بين القاطع الشمالي والقاطع الجنوبي، وهذا النهر الذي يصرف المياه باتجاه المعبر التركي من عبارة التي واقع على هذاك المكان، هذاك الجدار. طبعا نتمنى من الأخوة المعنيين متابعة هذا الموضوع، والأخوة الفرقة والدفاع المدني والاستنفار الكامل والتوجه على مخيمات أطمي. هذه المنازل كلها انغمرت في المياه، مياه المطر. هذه العبارة الآن برخي على العبارة بعد إذنك، مستنفرة في مخيمات أطمي. نتمنى من الأخوة في المنظمات، الأخوة الفرق الدفاع المدني كله يستنفر. طبعا أخوة قطاع أطمي ما قصروا بالنسبة للدفاع المدني، بالنسبة للحالات الطوارئ بارك الله بهم،
لكن نتمنى المزيد من إخواننا ومساعدتنا. هذه البيوت الآن مخيم زمزم 2، مخيم العمر، جميع المخيمات التي على ضفة النهر كلها انغمرت بالمياه. وفي ريف حلب الشمالي لا يزال سكان مخيمات النازحين في مدينة عزاز يكافحون لإصلاح خيامهم بعدما تعرضت للتلف إثر تساقط الثلوج. ليلة صامتة ليس فيها إلا صوت الرياح يبري الخيام وبياض ثلج في ظاهره بهجة وفي طياته غصة تخنق من سكنوا خيمة رأوا فيها عزهم في مخيمات الشمال، تاركين منازلهم ينهبها عناصر نظام الأسد، لكن خيامهم لم تعد قادرة على حمايتهم وأطفالهم بعد سنوات من الحياة على أمل العودة، العودة التي توقفها عثرات كثيرة. واليوم عاصفة ثلجية استمرت حتى الصباح، هدمت الخيام وفضحت ما حاول أهل المخيمات ستره من المنغصات. وجانا امبارح عاصفة الثلج وهذا وضعناه، خيامنا تكسرت فوقنا، تهبطت من الثلج والمي مشت علينا من تحت، وعلى الله يعني شلون بدنا نعمل والله ما نعرف، يعني وضع سيء اكثر من هيك سوء، يعني ما يعني هاي يعني شوف العين، يعني مو انه مجامله ولا من شان يعني لا يدبر لنا واحد اي مساعده ما في. بحسب منسق الاستجابه اكثر من 250 خيمه انهارت تاركه اصحابها في العراء، فوقهم ثلوج وتحتهم مياه حولت مخيماتهم لمستنقعات لا يمكن الوصول اليها او الخروج منها. قرابة 1200 مخيم في ريف حلب وإدلب لا زالت تحت تهديد العواصف الثلجية والخراب. والله كل مباركين مبارح إجانا ثلج هبطت عليه الخيمة، يا لمبارح طالعنا الأولاد من الخيمة نغناها على غير خيمة، وطالبين المساعدة من المنظمات نساعدنا بتدفئة، تساعدنا بحطاب، تساعدنا بشي، وعدنا هالطريق إذا بدك تأخذ مرضان تأخذ شغلة ما عم تقدر من الوحل، أشوفت عليكم الطريق. العاصفة هدأت نهارا لكنها قد تتجدد في قادم الأيام مهددة ومنذرة آلاف العائلات بشتاء قاس لن يكون رحيما، خاصة على أطفال ولدوا من رحم المعاناة ويعيشون محنا متوالية، منها ما صنعه القائمون على الشمال وأخرى فرضتها طبيعة لا تخجل من دموع أم أو أنات طفل. نشرتنا وفي ذات سياق مشاهدين، دعا مفتي سوريا المنتخب من قبل المجلس الإسلامي السوري الشيخ أسامة الرفاعي، دعا إلى تحمل المسؤولية وإغاثة اللاجئين السوريين بمخيمات اللجوء في لبنان والشمال السوري ومختلف المخيمات الأخرى في ظل العواصف الثلجية التي تشهدها المنطقة. وإخوة لنا في مخيمات الشتات يعانون اليوم من البرد القارس، يعانون اليوم من الثلج الغامر وانخفاض درجات الحرارة إلى درجة مؤذية جدا لهم ولأطفالهم ولأزواجهم. إخوانكم في مخيمات الأراضي اللبنانية وإخوانكم في الشمال السوري وفي مناطق أخرى كلهم يعانون أشد المعاناة من هذا الجو الذي تجتاح فيه العواصف العاتية تلك المناطق كلها، وفي بعض المناطق قد وصل الثلج إلى أكثر من نصف متر، وإخوانكم وأحبابكم وفتياتكم ونساؤكم وبناتكم يعيشون تحت الخيام في هذه الأجواء المؤذية جدا. يا أيها الإخوة، ينبغي أن نشعر بشعور إخواننا وألا نكتفي بأن نكون نحن ننعم بكل أنواع النعم والطعام والشراب والكساء والدفء، لا يكفي أن ننعم بهذا كله، فذلك كله يحملنا بين يدي الله تبارك وتعالى مسؤولية عظمى، لأن هؤلاء إخوانكم وأحبابكم وأصحابكم
كانوا ينعمون كما تنعمون، وكانوا يجدون كل ما يشتهون، ولكن جار عليهم الزمان وجاءتهم المحن تترى بعضها وراء بعض، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الشدة والبأس الذي يعيشون فيه في هذه الأيام المجحفة القاسية. ووسط استمرار سوء الأحوال الجوية، كاميرا حلب اليوم التقت مع سيدة نازحة ومقيمة في مخيمات ريف إدلب تشرح معاناتها مع أطفالها جراء العاصفة الثلجية. يعني خيمتنا طلع شوف الثلج، شلون اطفالنا بهالثلج بالليل، ما نمنا للساعة 4 واحنا باركين، خفنا على حالنا، الخيام وقعت فوق روسنا، يعني ما في شيء. نرجى من ان المنظمات تدعمنا وتجيب لنا وتعطينا، والله العظيم اكتلنا البرد، بدنا مدفيات، بدنا حطب، بدنا يعني بدنا اكثر من هيك. يعني شوفوا حياتنا شلون صار بيها، والله العظيم حاله مسوئيه، والله العظيم بدنا اكثر. يعني ارجو يعني الداعمين يدعمونا، يجيبونا، يطلعون على حالتنا شلونها، تشوفهم اطفالنا شلون صار بيها، والله العظيم ماتوا من البرد الليل يا حرام. يعني شو بدنا نسوي؟ ما في بطانيات، ما في اغطيه، ما في سفنج بدنا ننام عليه، بدنا مد حصر، بدنا سداج، ما في عندنا شيء يعني خالص. يعني ارجو انكم تدعمونا وتدعموا على حالتنا. يعني بس تجون تصورون وتطلعون وتمشون وتروحون، ما يصير هالعمل هذا. دحقوا على هالناس صار بيها، شوفوا مع المخيمات شلون صارت بالليل، كله نام، العالم ما نامت بهالليل، وهي الليل كله هي تكشخ الثلج من فوق المخيمات. يعني الله يوفقكم ويرزقكم ان شاء الله، تجون تشوفون هالحاله المسوئيه يعني. وشكرا لكم، الله يعطيكم العافيه، ارجوكم ما تنسونا وتجون تدعمونا. نشرتنا مستمره وفيها بعد الفاصل تنظيم حفل لتكريم 75 طبيبا وطبيبه تخرجوا من جامعه ادلب شمال غرب سوريا. أيلول 2015، تاريخ حفر في ذاكرة السوريين بالدم. أكثر من 100,000 غارة جوية، ألاف القتلى وملايين المهجرين. محتل لا يعرف الرحمة، لم تسلم منه المدارس ولم تسلم منه المشافي أيضا. تهجير وأفراغ للمدن، هدن وتسويات مزعومة دون أي تنفيذ، بين في تحاضر دوماً في مجلس الأمن ومؤتمرات كثيرة للوصول إلى حل سياسي. الوجود الروسي في سوريا سنوات والمحرقة مستمرة. صناعة الوهم يأتيكم في الأوقات التالية. مرحبا بكم الجديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. كشفت بيانات صادرة عن هيئة الطب الشرعي التابعة للنظام بأن الإحصائيات المسجلة لحالات الاعتداء الجسدي والجنسي في سوريا لعام 2021 بلغت 1637 حالة، منها 1223 حالة اعتداء جسدي و414 حالة اعتداء جنسي. التقرير والتفاصيل. تتصاعد الاعتداءات الجنسية في مناطق النظام كجزئية ترتبط بواقع اجتماعي ومعيشي لمناطق يحكمها نظام الأسد عبر الأفرع الأمنية والميليشيات المحلية والأجنبية. 1637 حالة اعتداء جسدي وجنسي كشفت عنها هيئة طب الشرعي التابعة للنظام خلال العام الفائت. بطبيعة الحال لا تشمل هذه الأرقام الاعتداءات الجنسية والجسدية التي يمارسها النظام بحق المعتقلين والموثقة لدى منظمات حقوقية منها الشبكة السورية لحقوق الإنسان. تقول الهيئة التابعة للنظام إن حلب تتصدر القائمة ب 550 حالة، ثم دمشق، ثم ريف دمشق،
بقية المحافظات التي لم ينجو أحد منها سوى القنيطرة، أرقام ربما تكشف حالة تلك المناطق. الأرقام التي كشف عنها الطب الشرعي ربما تفسر ظاهرة أخرى بدت أكثر انتشارا وتصاعدا في مناطق النظام، أطفال بجانب الحاويات وأمام المساجد والبيوت، وآخرون مجهولين نسب آخرهم كان في حي الخضر بمدينة حمص. ولأن لكل شيء أسبابا ونتائج تحاول حكومة النظام فيما يبدو التعامل مع بعض النتائج، فتعلن تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب بحسب تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين لصحيفة الوطن الموالية. أما الأسباب المباشرة وغير المباشرة فلا تبدو مطروحة، وهو ما يجعل الحلول جزئية قد لا تنهي المشكلة. تنضم إلينا سيدة أماني سندة، مختصة اجتماعية من اسطنبول. مرحبا بك سيدة أماني. كيف يمكن تفسير هذه الأرقام للاعتداءات الجسدية والجنسية وارتباطها بالوضع الاجتماعي العام في مناطق النظام؟ يعطيك العافية والمساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين يا رب. أنا مسلم. هلأ بداية رح أحكي بنقطة عامة اللي هي بتقول أنه الحالة الجنسية أو الرغبة الجنسية عند الجنسين سواء الرجل أو المرأة هي شعور طبيعي وطبيعي فطري. من الطبيعي أنه أي إنسان هو بحاجة لإشباع هاي الرغبة أو الفطرة اللي هي موجودة عنده. في ظل وجود الحرب نحن في عنا عدد من الروادع لما الإنسان بده يعمل أي شيء خطأ، إما في عنا رادع قانوني بيكون بناء على قانون حطته الدولة، أو بيكون في عنا رادع ديني، أو بيكون في عنا رادع اللي هو الذاتي اللي بيكون بناء على وجدان الشخص وضمير الشخص. في حال غياب هاي الموانع الثلاثة إذا فيني أسميها، فنحن هنشوف أرقام كثير الاعتداءات الجنسية اللي عم نشوفها بمناطق النظام هنشوفها كثير طبيعية. هذا زائد فضلا عن أنه النظام هو عم بيشجع الانحلال الأخلاقي داخل مناطقه. ليش؟ لما حيصير أي مساءلة للنظام هو حيطالع حاله بريء من كل الفوضى أو من كل الظلم أو من كل المشاكل اللي هي صايرة. على مين بده يكون في هاي الحالة إذا فيني أسميها الذنب؟ هو بده يسحب حاله من كل المسؤولية، فبالتالي الذنب الانحلال الأخلاقي والاجتماعي حيكون على المواطنين. الآن أنت تتحدثي سيدة أماني أن النظام يروج أو يسهل هذه العمليات بينما هو يتحدث عن طرق لمعالجتها. برأيك هل النظام جاد أو قادر على علاج هذه الظاهرة، وإلى أين تسير بالمحصلة الأمور في مناطقه؟ قطعا هو كاذب يعني تماما، فهو يعني بطريقة مبطنة هو عم بيروج لكل مو بس لموضوع الاعتداءات الجنسية، انتشار المخدرات، الفساد الأخلاقي. فهي إذا منطلع هلا على مناطق النظام إنه بقرة الفساد صايرة من هي من مناطق النظام تماما، فهو مبطنا هو عم يشجع على هذا الشيء. أما ظاهريا مثل ما حكيت حتى يسحب بالمحصلة سيدة أماني لو سمحت لي، يعني هناك مجتمع يعيش، وحتى أن البعض ربما بقي في مناطق النظام لا يؤيد النظام، هذه المجتمعات ما مصيرها في ظل هذه الأوضاع؟ هلا بالنسبة هون في عنا حالتين. الحالة الأولى هي الأطفال الصغار أو اللي نسميهم غير البالغين تمام. يا ترى الأهل كيف بدهم يحموا أطفالهم من هاي البيئة الاجتماعية اللي هن الموجودين فيها طالما انه قانون لا يوجد تمام؟ ففي عنا حالتين، اما الوازع الديني اللي حكيت عنه او الوازع الاخلاقي. اما بالنسبة للبالغين والكبار او اللي بنسميهم الراشدين بشكل عام، الموضوع متعلق بمدى قدرتهم على انه هن يتكيفوا مع هذا الوضع الموجود بدون ما يتأذوا كثير منه. اشكرك يا سيدة اماني سندة مختصة اجتماعية على كل هذه التفاصيل، حدثتنا من اسطنبول. كشفت شبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2021 حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. كشفت عن مقتل 1271 مدنيا
بينهم 299 طفلا، ووفق التقرير فإن هنالك 2218 حالة اعتقال تعسفي، بالإضافة إلى حوالي 86,000 نازح قسريا، مضيفا أن سوريا أصبحت مسرحا لتبادل النزاعات الدولية واختبار الأسلحة ولتأسيس وتجنيد الميليشيات والمرتزقة، وتفككت رقعتها الجغرافية إلى 5 مناطق لقوى مسيطرة وهي عبارة عن دويلات متصارعة فيما بينها حسب التقرير. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون في قصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية في مدينة عفرين وقرية مريمين شمال حلب. مراسل حلب اليوم توجه إلى مكان القصف في عفرين وأعد لنا تقريرا أوليا حول الحادثة. قصف صاروخي بستة صواريخ تعرضت له مدينة عفرين، في الحقيقة الأحياء السكنية في المدينة، ونحن الآن أمام سقوط أحد الصواريخ الذي استهدف هذه السيارة هنا في شارع راجو. طبعا هذا الشارع مكتظ بالسكان ويشهد حركة حيوية بشكل يومي. في الحقيقة ثلاثة شهداء حتى الآن كحصيلة أولية، وأكثر من 16 جريحا. عملت فرق الدفاع المدني على إخلاء الجرحى والمصابين ونقلهم إلى المشافي القريبة من مواقع الاستهداف. هذه الصواريخ خرجت من مناطق سيطرة قوات النظام وقوات قسد. في الحقيقة منطقة عفرين أو مدينة عفرين تتعرض إلى قصف مشابه بين الحين والآخر. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. أطلقت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نداء لجمع تمويل بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي، جزء منه لمساعدة أكثر من 100,000 من المعتقلين أو مفقودين في سوريا. وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيلت أن التمويل سيذهب لتعزيز حقوق الإنسان خلال عام 2022 في عدة مناطق من بينها سوريا، كما سيسهم في دعم الفئات المتضررة جراء تداعيات جائحة كورونا، وأن الافتقار إلى الطعام أو التعليم أو السكن المناسب يجرد الناس من حريتهم وفق قولها. أقامت جامعة إدلب حفلا تكريميا لخريجي الدفعة الأولى من كلية الطب في مدرج المشفى الجامعي في المدينة. أقامت جامعة إدلب حفلا تكريميا للطلاب الخريجين من كلية الطب في مدرج المشفى الجامعي بإدلب. 75 طالبا هم الدفعة الأولى من طلاب الطب الذين تخرجهم الجامعة منذ افتتاحها عام 2015. الحمد لله رب العالمين، اليوم كان حفل تخرج دفعة الأولى من كلية الطب البشري جامعة إدلب. فرحتنا كبيرة صراحة، شعور التخرج شعور كتير حلو. الحمد لله جامعة إدلب بلشت بإمكانيات متواضعة وتطورت وتقدمت، وهذا الشيء ما بيخفى على حدا، وخاصة كلية الطب البشري تم افتتاح مشفى جامعي اللي دربنا فيه خلال سنوات دراسية، وهلأ حاليا راح نكمل اختصاص فيه ونخدم أهل المحرر إن شاء الله. أسباب كثيرة دفعت الطلاب لدخول غمار دراسة الطب في جامعة إدلب، خاصة مع ظروف الحرب هناك والقصف المستمر الذي أودى بحياة كثيرين منهم مدنيين وآخرون من الكوادر الطبية، ما تسبب في نقص في عدد الأطباء والعاملين في المجال الصحي. الدوافع الجريح اللي ينصاب وما يلاقي مشفى يسعف عليها، قلة الأطباء، انقاذ الحياه، انقاذ الروح هو شيء عظيم، يعني انه انت تنقذ روح، هذا الدوافع. يعني شفنا خلق كثير راحت بسبب اصابات بسيطه كانت بسبب قله الكادر الطبي، هيك هذا كان شيء دافع اكبر لي بالثوره. تعد الجامعات التي فتحت ابوابها منذ سنوات قليله ركن اساسي في عمليات رفض القطاعات المختلفه بالكوادر في المناطق المحرره، وذلك لشح العاملين هناك إما بسبب الحرب أو بسبب الهجرة التي فرضتها ظروف قاسية عاشها وما زال يعيشها أبناء الشمال المحرر. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.